مرحبا من جديد بمشاهدي قناة التاسعة في ليلة مباراة تونس مالي. عبد السلام، أكيد تحدثنا على الحضور الذهني، على التركيز، على الإطار الفني، لكن أيضا تحدث اليوم على دور وسائل الإعلام في التعاطي مع هذا الحدث وفي التعامل مع هذا الحدث، وشفنا برشا زاد تركيز وبرشا مرونة في التعامل، يعني ما فماش الهبلة متاع العادة وما فماش المبروك والغناء والفرحة قبل ما تصير الإنجازات والنجاحات. كيفاش تشوف معناها تعامل وسائل الإعلام منذ مباراة الذهاب إلى حد ليلة مباراة الغدوة؟ الحق أنه كان فما انخراط كامل من المنظومة الإعلامية في تونس مع المنتخب، مع اللاعبين، مع القصة هذه متاع النجاح، لأنه فما ظرف مهم جدا يخدم صالح المنتخب، أنه الوضع اللي تمر به البلاد وحاجة التوانسة والإعلام والمحللين وعموم الناس المهتمين بالمنتخب في حاجة إلى فرحة، في حاجة إلى إنجاز. وحاجة أخرى مهمة عادل، أنه فما إرث التونس، تونس راهي تلعب على البطاقة السادسة في تاريخ المشاركات في كأس العالم، وهذا مهم جدا. اليوم عندك 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 ثقل، عندك تاريخ وراك، عندك رصيد، مش حاجة جديدة نكتشفوها كما الماليين قاعدين يلوجوا على أول مشاركة في كأس العالم. وسائل الإعلام تعيش بالرياضة وتعيش بالنجاحات، كي يبدأ عندك مونديال يحنا مباراة زوز مبارياتك، انت شنو عملت لبلاتو جمعه كامله لاذاعات وسائل الاعلام، الناس تعيش دوره اقتصاديه كامله. النجاح الرياضي راهو نجاح للمؤسسات الاعلاميه. انا نقول لك انا في السبور سنوات وسنوات، ونذكر كوب دافريك 2004 كانت العنصيه نتاع موزايك تزامنت مع 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 الكوب دافريك وهزينا تيتر. دونك من حاجاتي اللي خلات مثلا، مانيش نعمل في الاشهار عادل، اللي خلات موزايك تنطلق، نحكي انه الاعلام حب يقول، حبيت نقول انه فما علاقه تاع تواصل كبيره، فما مصالح فما منافع، وبالتالي انا مهم جدا انه دور الاعلام اللي حسيته على نضج كبير، وانه الناس فاهمه انه عندك دور وطني مهم جدا. اراه هذه المنتخب مو جمعيه، ولو انه حتى مع الجمعيه لازم تكون وطني 1000%، ولكن المنتخب هذا منتخب التوانسة. فماش اعلامي يحبش يرى بلاده في كاس العالم، ما فماش تونسي ما يحبش يرى درابو البلاد مع نخبه الامم في كاس العالم. وبالتالي راه قصه النجاح قصه مهمه جدا، يكتبوها الملاعبيه بساقيهم في الـ في الـ في التيران، ويكتبها الجمهور في المدارج بالمسانده، ويكتبوها الاعلاميين والتقنيين والناس الكل في لي بلاتو، في الاذاعات، في الصحافه وفي المواقع الالكترونيه. وبالتالي راهو الاعلام هو جزء من منظومه النجاح اللي يلزمها تتحقق للمنتخب التونسي، لانه الاعلاميين هما توانسه ويهمهم برشا، ويهمهم برشا انه ينجح المنتخب، لانه في نجاح المنتخب ثراء للتجربة متاع الإعلامية للإعلامي التونسي، ولكن أكثر من هذايا هو تونسي. فماش تونسي ما تنجمش تدروحك وانت تتفرج في المنتخب، ما تنجمش تقف على الحياد وانت تتفرج في تونس، ولا تسمع نشيد بلادك، ولا تشوف تاكل، ولا تشوف بونت، ولا تشوف تشوف تصريح نتاع جلال القادري، لا موتيفاسيون الديسكور نتاع جلال القادري، لحمك يقشعر، يخليك انت بيدك تفبري. ماذا بيك انا واحد من الناس نحس انه كاني كوارجي معاهم، انا نحس لانه لونترونير، انا جلال كانوا يخاطب فيا، انا كاعلامي يلزمني ندز مع المنتخب، البشير يلزم نسندو، نادر لازم نقول له برافو، محمد علي بن رمضان يلزم نطلع له في اكثر، ندزه اكثر، غيلان يعني، عيسى، يوسف، يعني يلزمك انت تكون تتكلم، انت صوت الملاعبيه، وانت صوت لونترونير، وانت صوت الجمهور. هذه ادوار هي، ولكن راهو ايش نقول لك، هذه دقيقنا، هذا يلزمنا الكل فيه وكاو مع بعضنا. واضح هذا دور الاعلام، حدث عليه عبده. ماذا عن الجمهور، كيف تفاعل وكيف ينتظر المواجهه الحاسمه؟ مروان قاره، سمير العطافي، ومهدي الهشري في هذا التقرير. احلم واغزر لبعيد بيدك. مباراة إن شاء الله تكون للربح لتونس، وإن شاء الله مربوحة، ونقابله في الكوب دو موند وتنورنا وتفرحنا. إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله باش نربحوا. كان عاد ما يهزوناش القطر عاد الوي زيد قاعدين، فهمت؟ هذيك الفرحة الوحيدة اللي قاعدين نستناو فيها. ترى في حاجة أخرى تفرح في البلاد أبار ليكيب ناسيونال، هكا إن شاء الله يماركيو، إن شاء الله نربحوا. لازمهم الأولاد برجوا لي قليب قليب نماركيو. خرج لجرين طلي فيك، امشي للشبكة تناديك، جيبوها الرجال بقلوب جمال، خرج
ربي دوزا زيرولين ان شاء الله باش نجيبوا ترشح معناها باش نمشوا الكوب دو موند جاونا به باش نربحوا 2-1 جاونا به بقدره ربي المنتخب باش ينورنا وبقدره ربي باش نترشحوا تونس ديما الفوق صح نرجع مع المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم البيانا بانك المشجع الأول للمنتخب للجمهور والرياضة التونسية نشكرها على ثقتنا وعلى ثقتها في برنامجنا اللي قاعدة تتجدد هذه الثقة ونذكروا اللي البيانا مش جديدة عليها سجل حضورها في صف المشجعين شفناها في أكيد في الجوز أولمبيك طوكيو 2020 كمساند رسمي للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبيك أكيد كتبتها بالفرنسية المرادية دونك شفناها في كأس العرب وفي كأس أمم أفريقيا وما زالت معانا بنفس الروح ونفس الجرينتا وخاصة نفس الثقة في شباب تونس وفي رياضي تونس على الذهاب بعيدا وتشريف الرياضة التونسية في مختلف المحافل الدولية عربية كانت أفريقية أو على المستوى العالمي ومن خلال طبعا مسيرة المنتخب إن شاء الله في اتجاه كأس العالم المرة السادسة في تاريخه نعم نطلع مع بعضنا على السبوت اللي حضرته بينا بمناسبة المسيرة الوردية لنسور قرطاش احنا الحرار اللي ما يخافوش احنا النسور اللي ما يوخروش احنا اللي نحبوا البلاد احنا اللي مهما يصير قولوا غدوة خير معاكم للتسعين بنفس الروح نفس الجريندا معاكم بالقلب الحار نديو فرد شعار وحدة وحدة للمونديال البنك الوطني الفلاحي المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم كالعادة المفاجآت متواصلة على مستوى تطوير الخدمات البنكية للبيانا بانك اللي تحط على ذمتكم الباك أكسس إيبارن باش تنجم تخبي الفلوس لكن الحاجة الهامة والحاجة الأكيدة اللي لازم نذكروا بها يقعد عندك الأكسي ليهم وقت ما تحب وين ما تحب دونك بالسيرفيس بيانا إيبانك إيباكينج وإلا بالأبليكاسيون بيانا إم بانكينج تنجم تجبد الفلوس وتنجم أيضا تابع كل طبعا التصرفات والمعاملات البنكية في علاقة بالكونت متاعك دونك تنجم تجبد الفلوس متاعك بالكارت أكسس إيبارن وإلا بالكونت إيبارن متاعك من أي ديستريبيتور أكيد موجود في تونس من خلال البيانا بانك اللي موجودين في كل أنحاء الجمهورية أي ديستريبيتور تنجم تدخل الكونت إيبارن متاعك وتدخل وتجبد الفلوس متاعك دونك على أي عملية تصير زادة تنجم تاخذ طبعا كل المعلومات الخاصة بالمعاملات البنكية أكيد الكونت أكسيس إيبارن يجيك SMS يقول لك على الموفمون متاعك وعلى أي فلوس جبتها وعلى أي تصرف أو تحويل مالي صار في علاقة بالكونت إيبارن فعلى ذاك بيانا بانك قاعدة تقدم في خدمات متميزة لحرفائها وتدلل فيهم على هذه الطريقة تحب تخبي فلوس ويبدا عندك اكسي ليهم في كل وقت بينا تقدم لك لو باك اكسس ايبارني افيك دي سيرفيس غراتوي ان اكسي ا ديستانس للكونت نتاعك وقت ما تحب وين ما تحب بسيرفيس بينا اي بانكينغ ولا بالابليكاسيون موبيل بينا ام بانكينغ اون كارت اكسس ايبارني تخليك تجبد فلوس من الكونت ايبارني نتاعك من اي داب بينا وعلى كل عمليه تصير في الكونت اكسس ايبارني يجيك اس ام اس يقول لك عليها بينا بانك يور ديجيتال بانك طبعا شفنا تقرير في علاقة بالجماهير التونسية نفس الآمال نفس الأحلام من الشمال إلى الجنوب كل التمنيات طبعا بالتوفيق لنسور قرطاج كل التوانسة اليوم وراء المنتخب وشفنا حرص كبير ورغبة كبيرة في الحضور في استاد رادس رادس من نجمش يهز كل الجماهير التونسية نتمنى أن تكون الجميع حاضرة بصوت واحد صف واحد وراء المنتخب التونسي كما قال ناصر ماشي حفله نتاع يعني استعراض خلينا نقول لباس او تصاور حفله نتاع ناس باش تشجع باش تقوم بدورها الدور الغدوه للجمهور انه باش يشجع ويشجع ويساند ويكون طبعا مساهم
بشكل فعال. منعرف زياد انت عندك علاقه بالجمهور التونسي واكيد ذكريات ترجع بيك لكاس امم افريقيا 2004 وشفنا وقتها في ماتش نيجيريا وقت اللي الجمهور بدا يخرج. ما يلزمش الجمهور اي شو ميساج تنجم توصل للجمهور ويسمع فيك؟ يلعب الماتش, يلعب الماتش, يعيش الماتش. هو جوار في الجرادان وقت يحس ليكيب باسيونال معناها في تون فور نجم المركي ويدز يشحن يعرف يتعامل مع البارتي, والعكس بالعكس يعرف وقت نحن في مومون بيان وقابلين اللعب وفما دوت من الملاعبيه تشجيعه ويرجع الملاعبيه في التيران. معناها كي يبدا عندك جمهور فاهم الكره وفاهم الدور نتاعو بنجم يكون كان بلوس, والعكس بالعكس جمهورك الكبير معناها والحماسي يبدا مش فاهم وما يعرفش يقرا المقابله وما يفهمش السيناريو نتاع المقابله يولي معناها ضدك انت, وهذا اللي نحن مش ما نحبوش. طول عمره معناها الجمهور التونسي جمهور كبير, هو اليو سي سي لونترونور نتاع السنغال عطى ليكزامبل ديجا, عمل ميساج للجمهور نتاع السنغال قال لهم اذا كان باش تجيونا بكرافات وقاعدين باش تتججعوا راهو زايد, يا تجيونا تعملوا كما التوانسه والجزائريه ما تجيوناش. يعني يضربوا فينا يضربوا بينا في المثل فالحس اللي نعملوه والامبيونس الكبيره, اما هذيك لازم تكون معنا, لازم نحن نطوعوها في ثنيتنا كي نلقاو تونفور ندزوا 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 الملاعبيه باش نمركيو بالعياط وبكذا, واذا ما ضدنا ما نظفروش نحاولوا نهزوا المورال الملاعبيه نقراو ما مكرت السيناريوهات زاد هيك. علاش الجمهور لازم يلعب الماتش زاد يقرا الماتش ويلعب الماتش زياد؟ الجمهور ما ينجمش يلعب الماتش اذا كان ما يصيرش تنسيق وتصير خدمه. راه الجانب اللوجستي مهم جدا, يلزم نستعد ونعملوا رابط احباء, نعملوا ناس باش تدز وتشجع وتحرك الناس. فما راهو عندنا مشكل, عندنا مشكل ممكن عندنا مشكل. احنا من سنوات رانا بدينا نفقدوا الفعاليه نتاع الجمهور, حتى ملاعبيتنا مش مستنسين اللي في تونس معنا مش مستنسين يلعبوا قدام الجمهور. جمهور منتخب, وبالتالي انك تصنع جمهور منتخب زياده راهو يلزم نخدموا شويه, خاطر انك باش تخليها الناس ماشيه ما يجمعها. راهو شوف جمهور فما كيما الجرينتا كيما الجروب كيما المجموعه اللي تمشي تشجع وفما عقيده من داخل تحرك فيها. جمهور منتخب صحيح درابو تونس ولكن نحبوا فاعليه اكثر, صحيح نحبوا نحبوا مساجات اكبر. انت قلت يلعب, عجبتني الكلمه, الجمهور يلزم يلعب. الجمهور ده هو اللاعب رقم 12, ايه بالحق يلزم نلقاوه في المومون الكل. الضغط هذاك اللي حاجتنا به, لانه باش تخرج المنافس من تركيزه وباش توري اللي انت صيت ومتغيز اللعبه وشاد شاد الطرح في ديك تحكم في الماتش مكش وحدك. والجوار كي يضعف في الطرح وانت عشتهم المومون هذوما زياد, انه اسامه زاده انه وناصر وعبد المجيد دايم الكلكم تبارك الله, معناه انه اسامه عاد دونك انه مهم جدا. انا رسالتي للجمهور غدوه راك انت اللي باش تصنع الطرح وانت اللي باش تدز الملعبيه, صحيح انت 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 بالذات كاور, انت عايط انت سيح, ونحبوا الدرابوات نحبوا الحمراء والبيضاء غدوه, نحبوا الرايه الوطني, نحبوا استاد مليان, نحبوا رادس درابو تونس. هذا مساج تاع عبده, مساج تاع من ناصر الجمهور التونسي. انا نحب غدو الجمهور التونسي اللي يحضر في المباراه نتاع المنتخب ينسى الفرق نتاعو, ينسى انتماء للجمعيه نتاعك. غدوة فما كان الرايه الوطنيه, فما المنتخب التونسي, فما مصلحه المنتخب. كان غدوة جماهير المنتخب تشجع المنتخب بنفس الطريقه في النوادي نتاعها, منتخب ما نخافوش عليه, خاطر احنا شفنا قداش من مره الجماهير نتاع النوادي كيفاش تقلب الاطراح, كيفاش تدز الاطراح. هذه نفس العقليه, ما نمشيوش بعقليه انه منتخب ما نعملش المجهود اللي عاده نعمله مع الفريق نتاعي. يلزمنا غدوة الناس الكل اللي نمشيو باش نحضروا في مباراه غدوة, الناس الكل راهو مهمتنا الوحيده نجاح المباراه نتاعنا, نجاح المباراه يتطلب منا نجاح جماعي من الجمهور من الاطار الفني من الملاعبيه من الناس اللي باش تشرف على من الناحيه الامنيه باش فما الضغط زاد الناس تدخل براحه كبيره للملعب. كيف يلزمنا نتعاملوا مع المباراه كيميز كيما نطلبوا كلمه برك السي عبد المجيد, كيما نطلبوا من الملاعبي باش ما يأيسش ويلعب لل90 ويلعب لل95 و96 حتى انت زاده ما تأيس
وقعد مع الملاعبية لل 96 و 97 كان زمان. برعد مشيت تفضل. أنا ما نشكش الجمهور التونسي جاء وما شجعش المنتخب، معناها كل شهرين نعطيوه في دي ميساج اللي يكون شهرين جمهور. لا 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 ما تقوليش كلام ما قلناش عبد المجيد. لحظة معناها لا خلينا نتفاعل معك نوضح عاد النقطة. قالك ترمي كورة كيما هكا لابد نوضحها. الجمهور ديما يساند في المنتخب. شكون شكل الجمهور التونسي؟ معناها احنا لحظة عبد المجيد تعودنا احنا في أكثر من مناسبة الجمهور نتاعنا يولي على أعصابه يولي يدخل بعضه نجم سيناريوهات اللي قد تشتقبل بونتو نخرجوا ندوروا على الملاعبية نسبوهم. يعني اليوم هما ميساجات تاع ناس يقول لك يا أخي يلزمنا نشجع المنتخب إلى آخر لحظة وراو كل السيناريوهات ممكنة في كرة قدم راو المباراة ما تحسمتش وماش باش تتحسم إلا ما يزفل الأربيت. دونك هذه الدعوة الناس باش تكون عقلانية وباش تتعامل مع المنتخب بواقعية وبدون تشنج وبدون تعصب وبدون مبالغة في الفرحة ولا في الحزن. هذا كل فيه مكان فيه. لازم الجمهور التونسي نعرفه يحب منتخب يشجع المنتخب يدز المنتخب ويدفع ديما المنتخب للانتصار. وتذكرنا ما عندنا وقت لعبنا مع ليبيا ولعبنا مع المغرب دخل فينا الدوت والمنتخب والجمهور كان ديما ورا المنتخب. انا لا اشك غدو المنتخب الجمهور جاي بعقليه اللي انتصاريه ساعه قبل كل شيء باش يدز مع المنتخب وخاصه باش نلقاه في الاوقات الصعيبه اللي باش يمر المنتخب التونسي. هذا معناها لا شك فيه. انا نتمنى غدوه الجمهور يكون بالوان تونسيه وعلاش لا لجنه التنظيم تعطي هذيك الدربوات الاحمر باش الناس كل معناتها استاد يولي لون احمر. لا 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 خاطر باش ديجا كي خمم باش يمشي يشري ويجيب ويهز تخلف الطرح صحيح اي داكور اما كي يقعد ساق على ساق ويستنى يجيبوا له درابو ليه نتجاوزوها النقطه دي. تفضل عبد المجيد بدا من التنظيم. انا شقول الجمهور نداء للجمهور غدوه لازم يكون معناها هو معناتها الرقم 12 هو اللي باش يلزم يدفع هو اللي يجيب ممكن هو يكون السبب الرئيسي في انتصار المنتخب ان شاء الله. انا ندى صحفيه طبعا لجلال القادري اليوم شنو قال على المباراه شنو كان الميساج نتاعه لجماهير المنتخب. تقرير عصام الزناوي. اليوم بعد ما وفقنا ربي في المباراه الاولى ثلاث ايام او اربع ايام تقريبا ما بين زوز مباريات ما كانش عندنا وقت كبير للتحضير. بليزيور بارامتر بالنسبه لي نحن كانوا اون كونسيديراسيون. اول حاجه الهاجس الكبير كان لينا كاطار فني كاطار طبي ونحب نشكرهم بالمناسبه هذه هو الريكوبيراسيون. نعرفوا التنقل كان صعيب نعرفوا لي كونديسيون اللي دارت فيهم المباراه الاولى من ناحيه الطقس من ناحيه تقريبا 12 ساعه فول ما بين اللي ما بين الروتور. دونك بارامتر الاولاني هو الريكوبيراسيون. دوزيام بارامتر لازمنا ناخذوه اون كونسيديراسيون هو الادفيرسير بقدر ما باش نركزوا على انفسنا لكن لازمنا ناخذوا الادفيرسير نحطوه ان كونسيديراسيون. ادفيرسير اللي يظهر لي ما عاد عنده ما يخسر. الكف سامحوني بلغه الكوره اللي خذاه في المباراه الاولى خرجوا منه. اليوم عندهم دي جوار سورتو الكابيتان دي كيب تراوري باش يرجع مع الافكتيف نتاعهم. دونك لازمنا ناخذوا ان كونسيديراسيون الشيء هذا كل. ليكيب تاعنا احنا بحول الله ثم برشا سيرينيتي ثم برشا كونفيونس في الجروب الكل. هاك علاش ما ثماش قلق من ناحية هذه. الناس كل قاعده تخدم على الكوتي مونتال واللي هو البارامتر الثالث. ان شاء الله غدوه نعرفوا ثم دي جوار يمكن اول مره باش يكون يتعاملوا مع ظروف من هكا مع جمهور من هكا دون دي سيركونستانس باري. ان شاء الله نعاونوهم. نعرفين قيمه المباراه اي لاعب يتمنى باش يكون موجود وحاضر باش يلعب الماتش هذا. ان شاء الله باش نكونوا في المستوى. ماتش في بلادنا قدام الجمهور نتاعنا بلاس 35 ولا 40 الف يكونوا حاضرين جايين باش يفرحوا. ان شاء الله نحن حاطين مركزين عارفين قيمه الماتش هذا وان شاء الله الملاعبيه اللي باش تلعب ان شاء الله تكون حاضره 100% تعطي كل ما عندها. ان شاء الله باذن الله غدوه ان شاء الله نكملوا الماتش مركزين ان شاء الله نربحوا الماتش نتاعنا. اذا تحب تلعب تمشي الكوب دي موند ماهيش باش تكون الطريق مفروشه بالورود كما يقولوا باش تلقى دي كومبيتيسيون في المستوى هذا باش تلقى دي زوبستاكل. هذا اخر اوبستاكل بالنسبه لي. نحن تعدينا بدي مومون صعاب غدوه سي المومون وجميع للناس الكل. عامل الميدان والجمهور بالنسبه لي نحن لازم هو يكون عامل اساسي. دونك التيران تاعنا نعرفوه الملعب تاع رادس نعرفوه متعودين عليه. الحاجه اللي ما نقولش جديده لكن بعدنا عليها بعد تعرفوا الجائحه تاع كورونا هو عامل جمهور
ان شاء الله غدوه، متاكدين اللي جمهورنا باش يكون ايجابي، الجمهور تاعنا باش يكون هو اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12. المنتخب اللي يحب ينجح في الكره العصريه اليوم ولا الفريق اللي يحب ينجح هو الفريق اللي يعرف يتعامل مع الموازنه، كيفاش توقف نقاط ضعف نقاط قوه المنتخب ولا الفريق اللي قدامك وتحافظ انت على الثوابت نتاعك. هذه هي الابروش تاعنا، ما يتبدل شيء. دونك الحاجات اللي عملت الفرق بالنسبه للمنتخب التونسي، انضباط كبير، روح كبيره، نقراو كل كبيره وصغيره على المنتخب المالي، نعرفوا شنو نقاط قوته ونقاط ضعفه، ان شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، لكن في نفس الوقت نبقاو احنا على الثوابت نتاعنا ونبقاو نحافظوا على نقاط قوتنا ان شاء الله. تصريحات إذن كالعادة جلال القادري، مراكز مليحة وثقة كبيرة ودعوة أيضا للجمهور، وعنده ثقة من الجمهور باش يكون اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12. أهمية الجمهور في مباراة غدوة أكيد باش يكون مساند كبير وعنده دور فعال أسامة في ترشح المنتخب. شنو تفهم من خلال هذه الندوة الصحفية؟ وخلينا نقول على الأقل فما ثقة بالنفس وفما قناعة لأنه المنتخب قادر يحقق أحلامه وطموحات جماهيره. سي عادل، يظل الناخب بصراحة الديسكور اللي قاعد يعطي فيه كلامه شوية ما يحكيش ياسر، لكن المهم على الأخر إيش قال؟ قال ثوابت، يعني ما نغيروش ما نهبلوش. يعني بصراحة الكلام اللي قاله نتصور هو اللي كان مهم في ماتش لالي وهو باش يكون مهم في ماتش الروتور. خاطر كي نشوفوا الكلام نتاع الناخب نتاعنا، في اولا ساعه فيه برشا ثقه في النفس، عنده ثقه في جواراته في المجموعه الكل، فهمت؟ بقى ان تري بون ميساج زاد للجمهور اللي حكينا عليه توا. نتصور اللي زاتو الكل توا عندنا، بقى كانت ساعه ونص عاد، صدقني توا نخمم في بلاصه اللاعبين في الوقت هذا الحالي، صدقني راهو انا بيرسونيلمون مسخفيني دون لو سونس الستريس اللي ساعه النوم مش موجود. نعطيك اسامه، توصلت مع زياد مع الجزيري مع الجزيري قبل الماتش، قلت شنو هو اللعبه باش تلعب؟ شو الاجابه مهمه جدا؟ قال انا نلعب ما نلعبش، ميتون درج دقيقه على البنك حاضر 100%. وعلاش هذا؟ على خاطر زاده فما ثقه في المدرب. صحيح. خاطر شوف لجور عادل، اللي المدرب يتقبل من الجروب يولي حتى ريتك ما يلعبنيش انا، نعرف اللي راهو لمصلحه الجروب، مش لعب زياد في بلاصتي انا على خاطر زياد اسمه زياد، فهمت؟ وهذه اهم حاجه، وهذه اللي تخلق الجروب. والكلمه اللي قالها لك الجزيري، نتصور لو جاء مدرب اخر وفي كونتكست اخر وتقول له راهو فما دوت باش ما تلعبش، ينجم يتغشش وصارت قبل، فهمت؟ لكن الناخب الوطني توا اللي عندنا ورى بالكاشف اللي راهو اللاعبين اللي يستحق يلعب، وحكينا فيه زاد في مباراه الذهاب كي شفنا راهو حتى في الطام تاع شربان الماء كيفاش البنك الكل يقوم ويهز وكذا، حنا على هز باب الماء حتى في الكاش. قال اسامه ولذلك باش ما عادوش نرجعوا اسامه نحكيو في نفس الموضوع على اهميته، يعني فما سوليداريتي كبيره بين المجموعه. اسكندر، يعني الخطاب اللي قاعد يقول فيه معناها جلال القادري والطريقه اللي قاعد يحكي بها مع الملاعبيه، وما قل ودل، يعني ما قل ودل في كلامه، معناها كل كلمه محسوبه وكل كلمه في بلاصتها، وتقريبا يعمل يعني يدرب قبل حتى ما يتكلم، يعني هام جدا. اليوم تحس انه مسيطر على المجموعه وتحس فما سوليداريتي كبيره بين الملاعبيه، لانه قوه المجموعه وقوه المنتخب في التآلف في اللحمه في مثل هذا التوقيت، لأن يعني ما فماش اليوم تعالي على المنتخب، فماش واحد يحب يلعب في بلاصه الاخر ولا يخمش في بلاصه، الناس كلها مع بعض، اللي في البنك ربما يسجع في اللي يلعب على التيران، واللي في التيران يساند في اللي في البنك باش ينجم يعوضوا اتومومو. هو اللي يفرق بين مدرب ومدرب هي الكوميونيكاسيون. الخطاب. الكوميونيكاسيون ايت نار، معناها فن الكوميونيكاسيون. فن الخطاب. كيفاش باش تحفز الملاعبيه نتاعك كل سوا تيتولار ولا رومبلاسون، على خاطر انا بالنسبه لي ما عنديش رومبلاسون، عندي ملاعب يبدا الماتش ملاعب يكمل الماتش. صحيح. وانا نقول لهم لاعبين اللي يكمل الماتش راهو ساعه ساعه يلي بوكو بليز امبورتون كي يبدا الماتش. دونك الناس كلهم يسو امبليكي، تحس بهم، ما ثماش ملاعب حاسس اللي هو لا لا لا، ويعطي في حق كل لاعب. انا رايي في جلال قلته عندي تقريبا شهرين، معناها وقت اللي مره في بلاتو حكينا ومدري شنو، قلت بالنسبه لي سيت ان اكاديميك السيد هذايا متبكر من خدمته، واهم حاجه ابار لا كومبيتونس هو التواضع.
يتكلم برشا رزانه ويتكلم برشا معناها وكما قال اسامه يمشي على اوبوت بالضبط على الكلمه يقولها يقولها عند برشا معاني. دونك انا نصور انه جلال كسب كبير المنتخب اللي طرف فني اللي معاه قاعد يعاون فيه للامانه الناس كل اللي دايرين به قاعدين يعاونوا فيه لكن انا نقول حاجه بركه جلال كون وفي لقناعاتك ما تخلي حد يغير لك انا لانك انت شفناك ضد نيجيريا وضد مالي راهي قناعاتك صحيحه في الكوره معناها توقف جمعيتك سعيد دونك ما تخليش يكون ياثر عليك لا خليك لانك باش تموت ما باتك مش ما باتك غيرك ما نصورش شكون باش يحاول ياثر عليك انا ساعه شوف شوف لو جور دا ماتش ولا حاجه ما لا اي واحد الكلمه بحسابها ما تنجمش انت تو برون لو ريسك كو سوا اني مسؤول اني كنت مسؤول في جمعيه في ماتش امبورطون ما نلزمنيش ندخل برشا راه خلي لازمك تحمل مسؤوليه لونترونور هذه ظاهريه لا بالحق لا 100% ما تنجمش تهز الحمل هذاك ما تنجمش تهز خاطر الحمل كبير خاطر انت تنجم تعمل ان شوا وبعد يطلع شوا يطلع شوا ما يربحش الحمل نتاع المسؤول هذاك وكيفاش بنغزروا بعضكم من بعد هو ظهر زياد ظهر اللي جلال القادري الى سور دو سي شوا شوف تنجم تتناقش مدرب اختيارات هو متمكن من الاختيارات نتاعو ويعرف معناها سيسكندر سيسكندر تنجم تتناقش معاه تنجم تتناقش معاه مي لو شوا الشوا الاخراني سوا سوغ سارتان اي مسؤول في العالم هذايا ما نجمش ياثر عليه سوا سوغ سارتان وحاجه اخرى على على جلال هو تقبل له في معناها اذا حبوك ارتاح قبلته الناس الكل حبته الناس الكل معناها زياد لو كل ماتش وخير لو بروفيل تقبل سي فري انت مانشيني شامبيون دوروب لعب مع ماسيدوار وخسر وهرب باش كوب دي موند اي لو بروفيل نتاعو اي ان شاء الله ان شاء الله جلال معناها يكمل في نفس معناها الفلسفه نتاعو في نفس الافكار نتاعو ويفرح معناها 12 مليون تونسي واحد معاه هو كما قلت انت تعدى الميساج ما بينه وما بين الصحافه سي امبورتون راهو ديما نقول لهم اني رد بالكم تعاركوا مع الصحافه ما تنجمش اني انا ادخل تاع ليكيب ناسيونال تكونوا تعاركوا مع الصحافه ما صحيح معناها انت بورتون انترنورك لو مير كان متعارك هو الصحافه عارف كبيره برشا لو مير ولا شامبيون دافريك لا 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 في 2004 كان لو مير مريقل من بعد وقتاش المشاكل بدات من 2006 ومن بعد في 2008 شفنا معناها الواحد خاطر هو في وقت ما لقى روجي اني نحبه روجي وعلى كل قدروه كل نعزوه روجي فما شويه تعالي ما نرجعوش غاديكيا خاطر شنو وين نحبوا نوصلوا نحن نحبوا نكونوا ايجابيين شوف الصحافي نحن في 2004 هزينا كاس افريقيا كان مش الصحافي ما نهزوهاش نفخونا معناها ردونا ما ردونيت يعني انت ردوك كنت تطير طيران والاخر والناس كل معناها ورانا والصحافه ونذكر انا كنا في ميريتي زياد يعني نفخونا انتم لا جينيراسيون جبتوا رسول كوب افريقيا كنا في ميريتي لا نفخونا لا لا نفخونا لا لا حقبه كبيره برشا 2005 كوب دي كونفدراسيون 2006 كوب دي موند معناها مش شويه لا ونفخونا نفخونا نقول الحقيقه معناها دزونا دزونا ردونا ما ردوناش نفخوكم سي امبورتون حبيت نقول حاجه زاده مهمه برشا بالنسبه للمدرب ولا اي اطار فني في موجود في المنتخب ولا خاصه في المنتخب العنايه بالناس اللي ما تلعبش عندها اهميه قصوى اكثر من ال11 اللي يلعبوا على خاطر كما قال بكري اسكندر انك الملاعب اللي ما يلعبش لازم تخليه حاضر اللي في كل لحظه النجم يدخل لازم يكون حاضر سي لو بلو مونتال لازمك تعرف كيفاش تتعامل معه خاطر تحب ولا تكره اللي باش يمشيو المنتخب كلهم يعتبروا في نفسهم انهم سون دي ستار ان اليوم نوصل المنتخب ما نجمش نكون ملاعب عادي لازمك تعطيه اللغه اللي يستحقها في اللحظه هذيك شنو الاختيارات اللي عملتهم لازمك تقنعه سو لو بلان انديفيديوال سو لو بلان كوليكتيف وهذاك علاش اليوم يبدا فما رضا للانسان حتى كي يقعد على البنك يكون مقتنع باختيارات المدرب وهذه هي الكومينيكاسيون نتاع المدرب الشاطر نقولوا احنا اللي يعرف يتخاطب مع الملاعبيه نتاعو واللي يعرف كيفاش يكومينيكي باش يجبد منهم اكثر ما يمكن خاطر كما قال بكري زياد انا كملاعبي بعد ساعات ما يلعبش وما يبداش ينجم يقلب لك الماتش في النص ساعه الاخرانيه كان انت ما تحضروش سير لو بلون مونتال ويبدا خارج السرب وملاعبيه يلعبوا ويبدا يخمم في حاجات اخرين ومش مركز في المباراه ومش قاعد يتبع في المباراه يعني احنا الحاجات اللي يلزمها نقولوها عاده لي زونترونور وتعرف انت زياد انه الناس على ذاك الاحتياط واسكندر يعرف لازمك تعيش الماتش شوف الادفيرسير نتاعك اللي ديجا صاحبك يلعب معاه قوته وين شنو هي قوته هذا وين على الساق اليمين الساق اليسار ضعيف كيلكو سوا لو ريزولتا كيلكو سوا لو ريزولتا جلال معناها تخلى في قلوب الناس وقبلته العباد اي هي كيلكو سوا لو ريزولتا ما لازمناش نكونوا بعد الماتش لا لا قدر الله انا بالنسبه لي جلال لا ريوسي ماتش نيجيريا ماتش تاع مالي
يلزم الدوري يسيروا باش يرجعوا ان شاء الله يلزم يريوسي سينو ما عملنا شيء. لا يلزم يكمل زياد. لا يلزم يكمل زياد. ما يكملش الراي ان شاء الله. ما يحكوش كل مع بعض. انا ما شاتركش الراي. غدوة زاد عنده مسؤوليه كبيره اليوم. اذا ما كان كسوا ورا زياد للعبره بالنتائج والعبره بالخواتيم. اليوم احنا المنتخب التونسي بعد ما عملنا اكسبلوا في مالي تحب ولا تقرا في نهايه الامر هذا علاش فما ضغط كبير وهذاك علاش تحضير المباراه يلزم يكون حضور كامل من جميع انا با لو دروا لي دي شوي ما نجموش نتعداو باش نعمل عدد. يعني جيتك من جيت سمعت فيك امبورتون باش تجاوب معاه. نسينا القرار. القرار اللي هو اهم حاجه. قرار نتاع الجامعه والتايمينغ نتاع الجامعه واختيار راهو انتقادات كبيره وقت تحدد جلال القادري. لو شوا نتاع سي وديع جاري هنا تيجي دي سو انتقادات كبيره توجهت ليه في حطان جلال. اليوم اثبت الرجل حتى في جبان بن عاشور وفي جبان بومنيجل صارت انتقادات كبيره. اليوم وافقوه في بومنيجل برشا 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 تكلموا للشوا وكيف صار الشوا وهل هذه اختيارات جلال ولا اختيارات المكتب الجامعي. اليوم زاد لازم نعطيو الرجل حقه. اختيار صائب وفي وقت التايمينغ نتاعو وان شاء الله جلال القاضي يترشح. وهنا نقول سي وديع برافو عليك ويعطيك الصحه خاطر اليوم النجاح نتاع المنتخب هو نجاح متكامل نتاع مدرب نتاع الشوا نتاع شكون اختاروا نتاع المجموعه نتاع الملاعبيه نتاع الجمهور نتاع الناس الكل العالميين. كان سي بن عاشور كلمته اني دوبا تعين كلمته فهمني قال لي اكسيلون على جلال. على جلال قال لي اكسيلون. شكون عطاه الثقة؟ شكون عطاه الثقة؟ حتى اللي زاد جوا نتاعو يحبوه. اي لكن خلي التقييم نتاع المدرب يصير بعد المباراة. انا نفضل إلى حد الآن قاعد ماشي في الطريق الصحيح. ربي معاه وإن شاء الله يأكد مربوطة بريزولتا يا عادل. كل شيء مربوط بماتش ريتا. فوالا بعد الماتش خلينا نحكيو بعد نقيمه حتى يكون التقييم شامل وموضوعي. يلا نجا العبد. وليس اسكندر. يلا من زياد. يلا زياد لحظه راهو شوف كي تسمع فما انا باش نحكي لكم حاجتين استنتجت اللي خرجت بهم من باماكو. كي تسمع الديسكور دافون ماتش نتاع جلال وتسمع انا حكيت مع بشير بعد الماتش بعد ما وصلنا الفجر نهار السبت الفجر لتونس سالته عاود لي كلمه كي تحلل انت الخطاب واحنا نحكيو على الديسكور انه جلال قال احنا جنود نحبكم تكونوا جنود مش ملاعبيه. بلاتو نعاودوا الديسكور مادام كنت جبت عليه مرتين احنا عاودناه البارح وعاودناه وقت البارح وبما انك تحكي عليه ومصر على انه معناه نطرقوا له ما يصيرش نطلب من الاولاد فؤاد وجماعه في الرجيل انه يعاودوا هنا مراد زاده وكريم انه يعاودوا هنا حتى نشوفوا الديسكور اللي قاعد يتعامل به والطريقه اللي قاعد يخاطب بها لاعبيه قبل المباريات. تفضل. قلت جلال حكى على الملاعبيه قال انتم يلزمكم تكونوا جنود في المقابله بعد الماتش. قال لهم انتم ماكمش ملاعبيه انتم جنود. مش يلزمكم تكونوا انتم جنود. بشير بن سعيد بعد الماتش كي وصلنا لتونس الفجاري وناس طابت بتاعبه قال احنا انا نعتبر روحي جندي. ايش حاب يقول في الرابط هوني في الاستنتاج انه الميساج تعدى. تعدى. اهم حاجه في الحياه وقت تخدم على جروب تكون ليدر انك توصل الميساج واللي ونحكيه فرد لغه. جلال نجح انه يخلي الملاعبيه والمنتخب الناس الكل تحكي فرد لغه. أو نسمع الديسكور بتاع جلال القاضي ليله المباراه. دو بوان اسونسيال دخلتنا الماتش نحكيو برشا على لونتير اذا نحكيو على الاكسبيريونس انو ني با كيستيون باش نعمل دوز اكسيون ولا نعدل باش يدخلوا يعطيوا 100% الجمهور ما يهبطش يكور ما تماش جمهور جمهور علينا وعليهم ثم 11 راجل ضد 11 راجل في التيران اليوم ثم ريسبونسابيليتي وثم دوفوار ثم ريسبونسابيليتي وثم دوفوار اون اي با دي جوار ماناش دي جوار اون اي دي ميليتير جايين باش نحاربوا اجريسيفيتي نربح الديوال نتاعك برشا انجاجمون اي برشا كونسونتراسيون برشا كونسونتراسيون الناس الكل 12 مليون يستناو فيكم 12 مليون يستناو فينا سي المومون فيريتي ونعرف اللي ثم رجال نعرف اللي ثم لونجاجمون تاع رجال ربي معانا الناس الكل. هو الديسكور دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وعجب برشا ناس ربما صارت
حوارات سابقه وربما خطابات اخرى مشابهه اقل اكثر ما نعرفوش، لكن كي خرج للعباد شفنا الامبيونس وشفنا الجو وخاصه التايمينغ التوقيت اللي خرج فيها والمباراه اللي خرج فيها هذا الخطاب. تفضل نخدم معك. تخدم معي في النقطه هذه باش نربط بكاس العالم 78 الاسطور عبد المجيد الشتالي، خاسرين انا زيرو، مجده مد لهم الدرابو ومشى، قالوا نهزوها، قالوا الجندوبي قالوا نطلعوه، قالوا لا نحبكم تطلعوه في الميدان. الديسكور نتاع شوف شوف الايام تتعاود، وقتك كي ترشحنا عملنا 0-0 مع نيجيريا هوني في تونس ومشينا ربحنا بنيرار صديقه في نيجيريا مع نيجيريا وترشحنا كاس العالم، ان شاء الله باش يصير. انا متفائل، انا عندي تفاؤل كبير انه تونس في كاس العالم ان شاء الله. جلال القادري هو ريكومبونس للمدرسه التونسيه في التدريب، تونس ولادة وتونس عندها مدربين، وهذاك علاش كي نمشي وننجحوا يلزم ينجح جلال، لانه نجاح للكفاءات التونسيه للمدربين التوانسه وهذا مهم جدا. والكفاءات منهم اسكندر القصري مؤكد جدا، اللي هو كفاءه كبيره برشا. شكرا زياد، شكرا. كيما ريتو كيما اكتشفنا نحن جلال اسكندر عنده ما يشوفوا فيه زاد، خدم خدمه كبيره في منتخب الشباب، الناس ما تتذكرش، وينجم ينجم يكون معناها كيما شوف فرحانين نحن بجلال. اسكندر نهار اخر ياخذ اي جمعيه كسوا كبيره في تونس ولا ليكيباسيونال نهار اخر راه باش يعمل كيما جرير ولا خير. هو على كل حال تصديقا لقولك نحب نشكر اسكندر ونحييه، ومن خلاله هو جلال وكل الكفاءات والادارات التونسيه اللي قاعده تخدم في تونس في ظروف صعيبه، وايضا اللي موجوده خارج تونس وقاعده تتالق. اليوم سامي طرابلسي نحييه ايضا، فاز بكاس طبعا مبروك دوري اريده في قطر، ألف مبروك، وتحية لكل الفنيين التواسة اللي قاعدين يبدوا يتألقوا ويبرزوا بشكل لافت للنظر خاصة في البطولات الخليجية، ونفهم المنافسة شديدة مع جنسية عربية أخرى، لكن هما أكيد متميزين في كل المواقع وكل النوادي، بما في ذلك ايضا الجزائريين. نتحدث على نبيل كوكي، نتحدث على خالد بن يحيى، نتحدث على عمار السويح، هذا قيس اليعقوبي، والقائمه طويله وعريضه، محمد كوكي ايضا. على كل حال نواصل الحديث عن مباراه. يلا نحب نحيي سامي شمامه اللي ترشح مره ثانيه للبلاي اوف نتاع البطوله الليبيه. تحيه لهم الكل. نعود الحديث عن مباراه تونس مالي والنبدة الصحفية للمنتخب المالي. C'est vrai que nous avons perdu la première partie. Moi je dirais la première mi-temps. Nous avons encore la chance d'avoir une autre mi-temps cette fois-ci de 90 minutes. Donc nous avons encore beaucoup de chance pour refaire rattraper le retard et pour capable s'imposer. Nous nous sommes comme des guerriers. Il y a une autre manche qu'il faut, un dernier round qu'il faut jouer. Je crois qu'il faut venir avec la ferme conviction, la détermination, l'envie de satisfaire ce peuple-là qui en a tant besoin. Et je crois que sur ce plan, nous avons fait une préparation mentale adéquate qui puisse permettre à ces enfants de développer leur jeu, mais de vaincre à la fois et de convaincre, Inch'Allah. طبيعي جدا انه الثقه بالنفس والايمان بالحظوظ والقناعه لان المباراه او الترشح لم يحسم اسكندر. بالتاكيد لانه ما زالت مباراه والسيناريوهات كل معناها مطروحه كما حكى قبل زياد، قال النجم معناها لا قدر الله في ربع ساعه ما نكونوش من دخلنا في المباراه ونقبلوا هدف، معناها لازمنا نرجعوا. المباراه دور 35 دقيقه، دونك نتصور انه الاطار الفني محضر كل السيناريوهات، الملاعبيه يسمو معناها كونسنتري. دونك احنا شنو المطلوب منا؟ يلزم نحارب على كل شبر من التيران، معناها يفوتر معناها سورتو لي بال، معناها ما خلي سورتو معناها في 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 الزون تاعنا احنا بو با دريزي دي سباس، خاطر الادفيرسير هنا اللي كابابل معناها عنده لا 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 رابيديتي، عنده السرعه وعنده الفنيات. احنا في المباراه هذيك ثم ثلاثه كور مشاو محاذين معناها الواحد، دونك يلزمناش السيناريو هذاك يتعاود لنا. دونك وكيما قلت من الاول، قلت باش نكونوا احنا بلوك مويان، وكيف كل كوره يفور معناها خاطر ديفونسيف ما هما يسون برونابل. تحبوا ولا نكرهوا، المنتخب المالي على المستوى الدفاعي عنده عديد معناها النقائص، سورتو في اللاكس، سورتو على سيرة مين. دونك والجول مش سي با ان جراند غارديان، معناها الجول معناها قاعد يكمل في الاهداف مع مازيمبي. دونك اليوم الهدف نتاعنا اللي باش يمشيو باش ماركيو بوتو،
توتونيزون ايكيليبري التالي. نتصور انه المنتخب التونسي قادر معناها باش يفك رموز معناها المنتخب هذايا وان شاء الله مربوحه. ان شاء الله ان شاء الله مربوحه. شكون يحب يعلق على تصفيات؟ تفضل عبد المجيد. شوف كل ما لعبنا كومباكت والخطوط نتاعنا كانت متقاربه ما خليناهمش دي سباس لانهم يحبوا المساحات وين يلقاو مساحات ويحبوا يلعبوا في المساحات الضيقه ونتي قرب لبعضنا كومباكت وما خليناهمش. وقتاش قبلنا شويه لعب وقت وخرنا شويه وبعد الخطوط. دونك انا بالنسبه لي انا يلزمنا نمشيو عليهم. مش معنى نمشيو عليهم اون دوا لي زاجريسي خاطر كان باش نقعدوا نستناو فيهم ونستناو لا قدر الله على كره ثابته على كره كورنيه نجم الفو لي زاجريسي يلزم نلعبوا افيك احنا في فكرنا اللي احنا خاسرين غادي ويلزمنا نربحوا. المونتاليتي هذه ندخل بها مونتاليتي دي فانكور معناها اون دوا با سوبير تلعب مع مالي وانت عندك مورال قوي وعندك جمهورك وعندك معناتها اليوم سو البلون مونتال تبارك الله الملاعبيه كبروا ولا معناتها نضجوا معناتها عندهم الاكسبيرونس لاعبين الكوب دي موند اكثر من لي ماليا. دونك لا كونفونس الكابيتال كونفونس عنده قيمه وبور امبرسيوني لادفيرسير لازمك تمشي عليه. والربع ساعه الاولى ريفيرونس اللي لعبناها في المالي لازم تكون ريفيرونس خاطر كي مشينا عليهم دخلنا لهم في الدوت. المالي باش يجيك خاطر المالي جو بونس با باش تتاكي من الاول باش تقعد تستنى وتراقب سي احنا اون ليز امبرسيون اون ليز اغريس لاغريسيون اتي از امبورطون شنو غاني لي دويل اتي لي بريميس دو بالون ريوسير لي بريمير باس نلعبوا في لي انترفال نوعوا لعبنا ناخذوا دي ريسك مع الاول يطلع دراجر يطلع راهو نعملوا لهم دي ديفيكولتي. اذا باش نقعد نستنى فيهم نلعبوا معناها نقعدوا دون هكا يدينا على قلوبنا الفو ماركي لي بريمير بيوت حسيتو مجيد انا للمنتخب المالي بلعبيه ما با ديكيب يا دي جوار دو بون جوار دي با ديكيب سون ديفيديوال مون وين سي اسكندر ومجيد تكتيكين المدرب هذا نتاع مالي انا شفته شفناه في الكانت زي ما وقت صلحنا وقفتنا رجعنا في الطرح ولعبنا خير. الور لا في ماتش باماكو نهار الجمعه كليناها ماكله اون لا اكرازي تكتيكمون سير بلون تاكتيك اوني انا دو لوان معنا ليكيب ناسيونال هذاك علاش فما ناس ربما ما تعمقوش برشا ربما في تحليل المقابله تكتيكين راهو تونس لعبت ماتش كبير برشا على الجانب التكتيكي وخرجنا المنتخب ما لقاش روحه جمله وهذا مهم جدا نخافوا غدوه يرجعوش في يرجعوا في المقابله يكونوا غوفونشار تعرف الرجوع نتاعهم اذا كان تقصد عليك خاطر هما يفون فيها رجوع فقط انه اكسبلوا انديفيديال احنا يلزمنا نعرفوهم توا الملاعبيه هيك علاش عليك الضغط اللي كان موجود عليهم وضغط النتيجه كان زاد كبير برشا اللي غدوا مش تلقاها. ايش نقول لك حاجه ايش نقول لك حاجه زياد فما نقطة مهمة لا فما نقطة مهمة انت كان جيب شيء انا قلت شنو الديسكور اللي نجم يقوله واحد نجم يقول لنا ما خويا تعرفش كيف احنا يا خويا خسرنا في مال ماشيين لتونس برا وخويا عملوا العبوا كيما تحبوا والعبوا على ناصر ما ينجمش الكل في الكل ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش انا مش نعطيك صوره انا نحكي لك باش مش نحكي لك انا بلون دو جو مش معناتها من غير ما تحط بلون دو جو باش يخفف عليهم الضغط اوبليغاسيون دو ريزولتا ما عادش اصلا باش نقول لك حاجه تكتيكمون ماش عندي تكتيكمون تكتيكمون ان بوان تري امبورتون نحن راهو كي نلعبوا على الاكستيريو ونلعبوا بارابور لادفيرسير اون سادابت نحن التوانس قويين برشا اون سادابت بارابور لادفيرسير مي كونت يفو اون فا فيغ لو جو نلقاو مشاكل صحيح برشا ماناش مطالبين باش نلعبوا سامحني علاش انت لازم تقرا المقابله مليح معناها اذا تقول لي انت قليب وحضور وكذا ولا يفو معناها لازمنا نعملوا الماتش لازمنا نعملوه معناها تكتيكمون يفو اتخ تري فور معناها الملاعبين لازمهم يعملوا احسن ماتش في حياته معناها كو سوا تكنيك سوا تكتيك سوا معناها سوا كونسونتراسيون وشوف حتى ولو تكنيكمون ما تمشيش معاك الكره تكتيكمون وفيزيكمون تنجم تكون معناها حاضر تكومبونسي بي كو جي معناها هيك علاش الملاعبي معناها الي افيرتي معناها كيلك سوا حتى مشيش معاك تكنيكمون ما نجمش تعمل رولونس في وقتها تكنيكمون الكونترول انت ما تنجمش تعمل رولونس ولا نجم نطلع فاصل سامحوني من فضلك زياد فاصل اشاري ثم نعود ونواصل الحوار.